وعيك وقاية، هذا هو الشعار الذي انطلقت منه جهود دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية بوزارة الصحة، حيث تابعت الدائرة باهتمام بالغ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ الإعلان الأول عن اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس في جمهورية الصين الشعبية. فكانت الدائرة هي أحد أركان فريق المتابعة والتصدي الذي شكلته الوزارة لمتابعة التطورات حول هذا المرض في مرحلة استباقية وقائية، وللإيمان التام بأن الوقاية من المرض تبدأ بضخ التوعية والمعلومات والتثقيف للأفراد قبل العلاج. بدأت دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية عملها منذ أن تم ظهور أول أو تسجلت أول حالة للكورونا في جمهورية الصين الشعبية، وبدأت بمتابعة الحالات أولا بأول. بدأ البث التوعوي عن طريق خطة التواصل التي قامت بها الدائرة من حيث ما قبل الجائحة ثم أثناء الجائحة. فما قبل الجائحة كان هناك بث ووعي عن طريق الإجراءات الوقائية التي يجب أن يلتزم بها جميع أفراد المجتمع، وكانت عن طريق جميع الوسائل المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة، واستخدام جميع التقنيات من حيث وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الصحافة. فتعتبر دائرة نشطة، وطبعا الفريق قد تقسم كل حسب تخصصه، فهناك المصمم، وهناك من يصيغ أو يقوم بصياغة السيناريو، وهناك من يقوم بإعداد المحاضرات التثقيفية لتوزيعها على جميع المحافظات وعلى جميع الدوائر، والكل منصب عمله في موضوع جائحة كورونا. وقد شرعت دائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية في وضع استراتيجيتها الاحترازية قبل تفشي المرض في السلطنة، آخذة بعين الاعتبار حساسية المجتمعات نحو الجوائح والأمراض المعدية بوجه عام، وقابلية المجتمع على تطبيق الإرشادات والالتزام في نفس الوقت. لذا كان الاهتمام قائماً من ناحية إيصال المعلومة بالطرق المتناسبة مع البيئة العمانية بمختلف شرائحها على مستوى المحافظات ولمختلف الجنسيات المقيمة بالسلطنة. وبعد الإعلان عن تشكل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أصبحت الدائرة عنصراً مهماً في الخلية الإعلامية للجنة، حيث تقوم برفدها بالمادة العلمية والوقوف على ما يتم إنتاجه من مواد توعوية من قبل عناصر الخلية، واعتماد دقته لضمان وصول المعلومة بالشكل العلمي والصحي المطلوبين. وما زالت جهود الدائرة في التثقيف والتوعية مستمرة وفق متطلبات كل مرحلة.